السلام عليكم تلاميذ مستوى الترون كومان، كنرحب بكم في هذا الفيديو. غادي نشوفوا الدرس ديال المجموعات ديال زونصوب. تقدر تشوف الدرس هو الاول، انا راح نحطه في الرابط اسفل الفيديو. شوفوا هو الاول مزيان، نقدر نخرجوا هذا ليزغريسيس. الدرس راه ديطاي مزيان، يعني غير بشويه غادي تفهموه. الو شفنا الدرس، غادي نشوفوا هذا السته، هذا السيس. هنا السؤال هو شنو ندير هكذا، واش ابارتيان ولا نو ابارتيان، لا انكلي ولا نو انكلي. صافي واش واضحه مزيان؟ اه واضحه. الو واش سته شنو هاد هنايا، واش ابارتيان ولا نو ابارتيان ولا انكلي ولا نو انكلي مع زيد. اذا كما شفنا في الدرس، هاد سته هذا سته نومبر ناتوريل اونتي ناتوريل، يعني كاين في ان وكاين في دي وكاين في زيد. الو ابارتيان موان 2 سور 3 واش كاينين في ان بليس. الو هذا موان دو تيير، يعني هذا كاين في كيو، كاين في كيو وكاين في ار، ولكن ما كاينش في ار بليس، حيت ار بليس فيها غير لي نومبر بوزيتيف، هذا نيجاتيف. الو نو بارتيان، حيت هذا سالب وهذا فاعلات موجبه. فوالا ان اش غادي ندير هنا، واش غادي ندير هادي ابارتيان ولا نو بارتيان ولا انكلي ولا نو انكلي. الو ملي تكون اونصوبل مجموعه مع مجموعه، ما كنديرش ابارتي ولا نو ابارتي، كندير انكلي. هادي درنا، الو قلنا غادي ندير انكلي، ما عنديش ابارتي. ابارتي كيكون اليمون بحال هكذا، اليمون مع اونصوبل، ما يكونش اونصوبل مع اونصوبل. الو ان انكلي في كي، غاسين دو دو كي داير مع واش كاين في ار. الو غاسين دو دو سيت ان نوم غيال، الو ابارتيان ا ار. غاسين دو دو واش ابارتيان كي، نو باسكو غاسين دو دو حيت كي كاينه في ار، ولكن ار ما كايناش في كي. الو نو ابارتيان. دو تيير، دو تيير واش كاين في كي، بيان سور حيت كي هي من المادة الجذرية. الو دو تيير ابارتيان. بي واش ابارتيان زيد، نو ابارتيان. دو البيت كي ديكزامبل كيديرو ابارتيان كيقول لك ان بي هي 2 سور 7، هذا غير تقريبي، ماشي 2 سور 7. الو بي كاين في ار ما كاينش في زيد. زيد واش كاين في كي، بيان سور زيد كاين في كي. ما عنديش ابارتيان، عندي انكلي. تخيل واش كي كاين في زيد، نو باسكو بحال دابا كي مثلا دو تيير ما كاينش في زيد، يعني هذا ماشي ان تيير غولاتيف، هذا كاين في كي ولكن ما كاينش في زيد. الو كي نو انكلي زيد. غاسين دو 100 سور 5 واش appartient à n. Les parts qui sont racines ou non appartiennent. Vous voyez là, la racine de 10 sur 5, il y a 10. 10 sur 5, il y a 2. On a dit que 2 appartient à n. Bien sûr, appartient à n. 6 sur 2, même chose. C'est-à-dire que je vous ai une fraction, qui n'est plus mais qui n'est plus n. Ou 6 sur 2, il y a 3. Ou 3 appartient à n. دو تيير واش دو تيير ابارتيا ان، نو باسكو سي با نوتي ناتوريل، نو ابارتيا. ار بلس واش كاينه في ار، بيان سور ولكن ما عنديش ابارتيا، هادي اونصوب هادي اونصوب، دونك غندير انكلي حيت هادي لونصوب دي نومبر غيال بوزيتيف، وهادي هي لونصوب دي نومبر غيال اللي فيها الار بلس والار موان. كما كنعرفو الار هي ار بلس اونيو مع ار موان. الوغ ار اطوال واش كاينه في ار، ار اطوال يعني شكون هي لونسوم ديال لي نوم غيال نون نيل، يعني الاعداد ديال غير منعدمه، والاعداد غير منعدمه راه كاينه في ار. الوغ انكلي. زيرو واش كاين في ار اطوال، نو باسكو ار اطوال هي لونسوم ديال نوم غيال نون نيل، مجموعه الاعداد الحقيقيه الغير منعدمه وزيرو منعدم نيل. الوغ نو ابارتيان. غاسين دو 16 واش كاين في ان، واخا كنشوف الغاسين
هي 4 هذه بحال 4 الوغ ابارتيان موان 7 سور 3 واش كاين في كي بليس اطوال نو باسكو كي بليس شنو هي كي بليس اطوال هي مجموعة الأعداد الجذرية الراسيونيل اللي هي بوزيتيف ونون نيل مجموعة الأعداد اللي هي موجبة وغير منعدمة هذه غير منعدمة ولكن ماشي موجبة سالبة نيجاتيف الوغ نون أبارتيا علاش نون أبارتيا حيت هذيك الناقص هذه هي اللي خلاتها تكون نون أبارتيا كل مثلا ما كايناش أكس واضح زيرو واش كاين في كيو إطوال دايما تشوف زيرو مع كيو إطوال ما كايناش حيت شنو هي إطوال إطوال ما خصوش كاين زيرو هذا زيرو الوغ نون أبارتيا عقلنا مزيان فيما تشوفوا زيرو إطوال هذا ما كايخصوش كاين إر بلوس إطوال واش كاين في إر بيان سيغ غادي تحل فيها كلشي يعني هذه مجموعة الأعداد الموجبة الغير منعدمة ألوغ ما عنديش أبارتيا عندي انكلي باسكو أونسومبل أونسومبل مجموعة مجموعة هاد الأونسومبل هادي فيها 3 إليمون فيها أن 3 موان 8 واش هادي أبارتيا ولا انكلي أن أول حاجة ما عنديش أبارتيا عندي انكلي حتى هي أونسومبل وهذه هي أونسومبل إليمون كيكون غير واحد لكن واحد إليمون فوق واحد فوق يعني جوج جوج الفوق كيولي أونسومبل ألوغ عندي إما انكلي ولا نو انكلي هادي فيها موان 8 موان 8 نيجاتيف و أن ان ف ما كاينش فيها لي نومبر نيجاتيف الوغ حنا خصنا ندير نون انكلي كي اطوال كما قلنا هذه مجموعه الاعداد الجذريه الغير منعدمه كي اطوال واش كاينه في اف اف فيها كل شيء اف فيها كي اطوال وكي مو وكي كامله وكي كلها كاينه في اف الوغ هنايا عندنا انكلي هنا غنبقي نعرفو هنا تشوفو هنايا اف راه جميع المجموعات كلهم كاينين في ار ما يمكنش تلقى هنايا ار وما كاينش يعني تقدر تلقى بحال هكذايا وهنا كاينه هكذا هكذا هذه ما تلقاهاش حيت كلشي كاين في ار كلشي كاين ما كاينش مجموعه بطبيعه الحال اللي شفتوهم دابا ما عاد تشوفوا في البكالوريا كاين لونسوبل السي اللي ما كايناش في ار حنا كنشوفوا دابا تولي شفتوه ما كايناش شي مجموعه اللي ما كايناش في ار اذا فما تشوفوا لي ار دائما كاينه انكلي الوغ كي ايطوال انكلي في ار كي واش كاينه في ار بليس واش كي كاينه في ار بليس حيت هنا كي فيها لي نومبر نيجاتيف والبوزيتيف الوغ والار بليس فيها غير لو نومبر بوزيتيف بوحدو اذا ما نقدرش نقول هنايا انكلي حيت نقدر نقول مثلا موان 5 موان 5 كاينه في كي ولكن ما كايناش في ار بليس الوغ نو انكلي هنا 302 واش كاينه دي 302 واش كاينه في دي هنا باش نفهمو مزيان القطار نزيد هنايا حتى 2 سور 3 واش كاينه في دي غير باش نفهمو مزيان الوغ 3 سور 2 هي 1.5 هذه هي ابارتيان وهذه نو ابارتيان قول لي علاش هذا عدد كسري وهذا الكسري علاش هذا كاين في الدي وهذا ما كاينش في الدي اذا كيفاش كنعرفوا واحد العدد واش كاين في الدي ولا ما كاينش في الدي بحال مثلا في كي واحد في كي ساهله في كي اذا كان اذا كان مثلا عدد فيه كسر كما كان كما كان كسر نقول لي ابارتيان كما بغا يكون في الدي لا هاد 3 على 2 راه هي الا قسمناها هي 1.5 بالضبط 1.5 هادي الا قسمناها 2 سور 3 0 هنايا 2 20.3 لا هنا 6 هنايا 6 عاود هنايا 20 6 ذا سي ما كتساليش ملي كتكون الفاصلة ما كتساليش يعني ما كاينش في الدي ولكن كتسالي كاين في الدي حتى دابا 3 على 2 الا قسمت 3 على 2 3 على 2 1 هي 1 10 فاصلة 5 المقام لوغاست فا 0 لكن لوغاست فا 0 يعني هذه كاين في الدي هذا علاش
هذا كاين في الدي وهذا ما كاينش. الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا التباين هذا. فكيبان ليا ما صحتش شي حاله، جميع الحالات كاينين هنايا، وغير اللي ما كانش فاهم مزيان حاول يمشي للدرس. الدرس نشرحو بالتفصيل، راه واقيلا شي نص ساعه وشرحو بالتفصيل، ومعاه واحد التمرين اخر تطبيقي. يعني الا شفتوا هذا مع الدرس ومع التمرين الثالث ما يبقاش عندكم مشكل في الوصول نهائيا. السلام عليكم.